السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نكمل شرح الشابتر السابع من رواية وذرينج هايتس. بالمحاضرة للتذكير، كل بداية الشابتر احنا نتحدث وياكم على موضوع الشغلة الأساسية لنسى اللي يروي هاي الأحداث هي نيلي، قاعد تتحدثها إلمن إلى السيد ليكويد، فقالت له صار والى اخره، وبعدين هسه راح تحكي له عن كاثرين من راحت الى السيد لينتون الى منطقه الى المزرعه الى بيت المزرعه بيت المزرعه اللي كان قريب من الوذن كايتس. هاي المزرعه اللي كانوا يسكنون بها هم عائله السيد لينتون. لينتون من هو؟ عائله قريبه على منطقه الوذرينج هايتس. من هي عائله لينتون؟ تتكون من 4 اشخاص: ادجر، و تتكون من ادغر يسمونه ادجر، وتتكون من ايزابيلا ابناء لينتون، وهذا والسيد لينتون والسيده لينتون، سيد لينتون وسيده لينتون، يعني 4 اشخاص هاي العائله. والعائله الاخرى اللي هي عائله اللي كانت تسكن ب وذرينج هايتس، مرتفعات وذرينج، اللي هي عائلة السيد ايرنشو، واللي تتكون من هيثكليف الشخص الغجري، الإنسان يعني الشاب الغجري الذي جلبه السيد ايرنشو من مدينة ليفربول، وكذلك السيد هندلي اللي الشخص اللي جاب امرأة غريبة فرانسيس وياه، وكذلك عندنا السيدة كاثرين. زين، ذكرنا بالمحاضرة السابقة أن كاثرين كانت تلعب مع السيد هيثكليف وراحت على منطقة المزرعة، وبدوا هو والسيد هي يعني كاثرين والسيد هيثكليف بدوا يضحكون على أبناء لينتون من خلال النافذة. هجم عليهم الكلب وانجرحت، أجلكم الله، هجم عليهم الكلب وانجرحت السيدة كاثرين. فاللي صار هنا أنه إحنا حاليا هيثكليف طردوه، قالوا له روح انت، تعال عم بجابك انت روح، وخلوا يمهم السيدة كاثرين. كاثرين remains at the grange of 5 weeks. For 5 weeks هنا هم خليها ملاحظة مهمة، يعني اذا بقت 5 اسابيع. During her stay، من خلال الإقامة مالتها بمنزل السيد لينتون، يعني actually we find a big change، يعني نجد أنه هنالك تغيير كبير. ف during her stay، من خلال إقامتها راح نلقى أن السيدة لينتون، إخوان ركز علي، يعني إخواني أخواتي لا تنسون، هنا عندنا السيد لينتون والسيدة لينتون، يعني عندنا شخصين، يعني الزوج والزوجة، بيت لينتون، هذولا بيت لينتون. طبعا امرأة السيد لينتون هي كانت صديقة للسيد ايرنشو والسيدة ايرنشو اللي توفت، فاستخطت هذه البنية، قالت هاي خطية، يعني عشيك وضعها، اشتغلت عليها، works with her، حولتها، she changed her، غيرتها، from a simple girl، من فتاة بسيطة، into a young lady، حولتها إلى سيدة. when Catherine returns to Wuthering Heights she is recognizable handily treating Heathcliff as a servant allows Catherine's playmate to step forward to greet when she arrives Catherine kisses Heathcliff's. هنا يعني هنا يعني من رجعت السيدة كاثرين، كما ذكرت لكم، مثل ما ذكرت لكم بالمحاضرة السابقة، كاثرين من رجعت اجت سيدة مختلفة تماما، فشوف تعاملها شلونه. طبعا حتى رجعت هي على الحصان وكذا وخدم وترتيبات، يعني تباوع عليها تقول هاي غير شخص. هذا الشيء مرات حتى موجود عندنا بالحياة، مرات احنا نشوف اشخاص بالحياه هذا الشخص تلقاه عادي يروح على عائله معينه
هاي العائلة تبناه بناء صحيح، من يجينا شخصية مختلفة تماما، تحلف تقول هذا هو مو نفسه. لذلك يا أخوان دائما من تريد تنتقل أو تريد تسافر أو تريد اختار الناس اللي هم يعني محترمين ويكونون ذا الناس مرتبة جيدة حتى تستفاد من عندهم، لأنه البيئة ترى تغير دائما، البيئة تغير زين. وأنت هسه حاليا قاعد تشاهدني، واحد من الاثنين، يا يعني أما أنت وضعك صعب ودا احتمال دا تحارب ضد أهلك على مود تكمل دراستك، واحد من عندهم. لحد يقول لي ماكو، أكو هيك ناس، أكو ناس ترى أبوها وأمها تركتها خلتها تترك دراسة، تدرون له لا، وأكو ناس لا، أكو ناس أهلها يشجعونهم على الدراسة. فوحدة من الاثنين، يا يعني أما أنت الناس تشجعك يا أما أنت تشجع نفسك. فاللي أريد أقوله دائما اجمع أصدقاء، اجمع أصحاب، اختار زوجة إنسان ناجح اللي يشجعك للتطوير والسعي نحو الحياة السعيدة والأفضل. لا تختار شخص لأنه غني، لا تختار شخص أيا كان. طبعا ما أقول لك أنا اختارك كزوج، اختار صديق، أخ، زوجة، أي زوج أيا كان، اختيار بكل أنواعه، احتمال زميل لك بالصف، احتمال زميل لك بالجامعة، احتمال الجامعة نفسه. فهذا اللي أريد أقوله لكم، ما أخذ من وقتكم. فلاحظ أنه هنا أن السيدة كاثرين قد تغيرت تماما، تغيرت تماما بسبب مكوثها أو سكنها مع السيدة لينتون اللي غيرتها. فهي من رجعت شخصية سلمت عليهم وكذا، وشخصية سلام عليكم وكذا، يعني ما قالت سلام عليكم بس معنى الكلام. Heathcliff hurts by the change in his friend's appearance. طبعا هنا Heathcliff شوية ضاج من شاف تغيير شكلها شلونه ووضعها، ما تتحاجه، بس هي مو معناها ما تحبه، بالمناسبة هي كانت تحبه، ولكن شكلها ومظهرها بعيد على Heathcliff. Heathcliff أجلكم الله ناكلته نايم بالأسطبل، باو على شكله مخربط والله، شكله مدري شلون، يا بغير أكرهها أنا الشخص هذا، أنا قرأت شخصيته أكثر شخصية كرهتها وهو Heathcliff بالله العظيم. Handley invite Linton to the dinner the following day they agree to visit. طبعا Handley، سيد Handley طبعا هو شلون على أساس هو شخصية مثل أبوه، فدعا السيد لينتون إلى العشاء، وافق السيد لينتون وإجوا on the condition that Linton children will not have to the encounter Heathcliff. Handley agreed to this condition through Linley convinced Heathcliff to make himself presentable as Linton's arrive. طبعا هنا بدأ السيد يعني إجا السيد لينتون، و يعني السيد يعني بوضع شرط. شنو الشرط اللي وضعه؟ انه ابناء لينتون ما يتكلمون مع Heathcliff، يعني شلون ما يختلطون به زين، مقابلة Heathcliff زين. وقال مو مشكلة انا اجيك سيد لينتون، يعني قال مو مشكلة بس بشرط انه ما تخلي ابنائي يختلطون بهيثكليف، يعني تبعد عني هيثكليف لان هذا الشخص انا ما احبه. يعني لينتون ايضا مثلي يكره هيثكليف، طبعا انا اكره هيثكليف ولكن بنفس الوقت احترمه. شون؟ لانه راح يسعى لتغيير نفسه حتى يعني ينتقم من الاشخاص اللي سووا بي كذا. يعني انا يعني اوافقه في جانب واحد واحترم هاي الشخصيه، شخصيه هيثكليف بجانب واحد، وهي الطموح والسعي لتغيير الوضع زين. كل انسان لازم يغير وضعه، انت لازم تصير احسن من نفسك. شلون يعني؟ يعني انت اليوم وضعك اذا مثلا خلينا نقول مقبول باشر تصير افضل، اذا باشر افضل تصير الافضل، اذا انت الافضل فصير ممتاز. فالانسان لازم يغير من وضعه. انا عجبني شخصيه Heathcliff بجانب واحد، وهو جانب انه الانسان لازم يغير وضعه زين. يعني فهنا Heathcliff شوف لينتون قال انا ما شنو هذا، ما اقبل ابنائي يعني يتكلمون مع هذا الشخص، هذا الشخص الغريب. Handley قال يلا مو مشكله، يلا عادي، وهذا الشيء هذا لا تهتم له. وصل سيد Handley و يعني احتفلوا بي والى اخره. طبعا هنا
راح نلاحظ اكو شغله عندنا هنا. السيد ايدجر، ايدجر من هو؟ هذا ابن لينتون، راح يستهزئ ويحاول ان يهين، انسلتنج يعني اهانه، اهانه مظهر وشكل هيثكليف. بدا يقلد علي، شلون يعني ما يحترمه وشنو هذا وكذا. ف يعني هنا عندنا ايدجر دا يحاول يهين هيثكليف. طبعا هيثكليف شال العصير مال التفاح وشمره بوجه السيد ايدجر. هيثكليف حاول يرد على السيد ايدجر ابن سيد لينتون. هيثراوس رمى عصير او يعني قطعه عصير شمرها بوجهه. هنلي هاز ستوبد هيثكليف. هنلي حاول ان يوقف هيثكليف، قال له اوقف عمي ايش تسوي، ترى ذول خطار يعني. بعدها يعني راح نلاحظ انه كاثرين اللي هي ابنة السيد ايرنشو راح تتحدث مع ايدجر، تقول له ليش سويت بهيثكليف هيك وخليته بمشاكل وبدا اخوي يحكي عليه، هو اصلا من هناك اكو مشاكل يعني خطيه، هو هذا مسكين ورجال قاعد يمنا هنا، انت ليش سويت بيك خطار يمنا، خلينا نقول هو مبهذل لا ابو لا اخو. While the others are listening to music، طبعا بهذا الحكي ورا العشاء بداوا يستمعون للموسيقى وكذا وضحك وسوالف، الناس ترقص وناس كذا. ف هو يعني الله بهذلهم صار بيهم هيك من ورا الرقص مالتهم، قعدوا راحة عمي اقروا الانجيل وانكم من هاي السوالف زين. فاللي صار انه هيثكليف يعني طردوهم اصلا هيثكليف. بعدين هيثكليف يعني اجى خلت نيلي يقعد بالمطبخ واكل له كم لقمه، خلينا نقول جوعان واكله زين. وهيثكليف اجى ياكل ومهذل وملابسه وسخه متسخه ومخربط، والله لانتقم من هنلي، والله لانتقم من عند تحسه جاهل يعني، والله لانتقم من عند. فقال يعني انا راح انتقم من هنلي، هذا الكلام اللي قاله طبعا حتى يعني نشوف شلون راح ينتقم بعدين بالاحداث زين يعني. فهذا بالنسبة للشابتر السابع، إن شاء الله يا ربي استفاديتوا من عنده. أي سؤال أو استفسار أنا حاضر، أتمنى لكم الموفقية ويا ربي كلكم ناجحين ومتخرجين ومتعينين. ولا تنسى تشترك بالقناة أو ترسل هاي الفيديوهات إلى أصدقائك حتى تشوفها. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.